سيتريك اسيد وستيريك اسيد، هل هما الاتنين نفس الحاجة ولا مختلفين؟ ولو هما مختلفين فايه هما وايه هي استخداماتهم وازاي افرق ما بينهم؟ اسئلة كتير وصلتني بخصوص هذا الموضوع وهرد عليها ان شاء الله النهاردة في هذا الفيديو. اهلا وسهلا بكم في قناتي على اليوتيوب، معاكم دكتور اميرة الديوي، والنهاردة ان شاء الله هشرح لكم ايه هي الفروقات ما بين الستريك اسيد والستيريك اسيد وازاي نفرق ما بينهم وايه هي استخداماتهم. في البداية لازم نعرف ان الستريك اسيد هو ملح الليمون، ده بيبقى شكله عامل زي حبيبات السكر ولكن انعم ولونه ابيض. الستريك اسيد او ملح الليمون بنستخدمه لمعادلة البي اتش، وكمان بنستخدمه في الباث بامب، الباث باودر، الباث تي، لانه بيعمل على تقشير الجلد الميت وبيساعد على تجديد خلايا الجسم وتنعيم البشره. اما بالنسبه للستيريك اسيد فهو حمض الشمع، وده بنستخدمه في الكريمات واللوشنز لانه بيعمل على دمج الماء والشموع والزبدات عشان تتحول معانا للشكل اللي احنا عايزينه سواء كان كريم او لوشن. بالنسبه لشكله فهو عباره عن ممكن تلاقوه في شكل صور قشور من لونها ابيض شمع، او على هيئه كده زي نص كوره صغيره لونها ابيض. طبعا بيختلف على حسب الشركه المصنعه او المصدر اللي انتوا جايبينه منه، لكن طبعا بيبقى حجمه اكبر عن الستريك اسيد وملح الليمون. الملمس مختلف تماما، بيبقى طبعا ملمس شمعي، بيبقى على هيئه قشور بيضاء او على هيئه كور بيضاء او على هيئه نص كوره بيضاء، بيبقى عامل زي مثلا زي ما حضرتك عارفين مثلا العدس الاصفر بيبقى عامل زيه كده بس لونه ابيض. والمزيد من المعلومات عن الستريك اسيد والستيريك اسيد هشرح كل واحد فيهم ان شاء الله في فيديو منفصل. اتمنى انتم تكونوا استفدتم من الفيديو النهارده. كان معاكم دكتور اميرة الديوي، دمتم بخير حال وحفظ الله احبائكم من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.